طبعا يعني هو الحمد لله طبعا يبدو ان النهارده يوم حلو، يوم سعيد على البعثه المصريه اولا في الجزائر وعلى المصريين بشكل عام، لانه النهارده اعتقد انها افضل حصيله من الذهب. ابتديت حلقه النهارده باضافه اثنين ميداليتين ذهب جداد لرصيد البعثه المصريه عشان حياتهم طبعا نعمه سعيد في رفع الاثقال. لكن الحقيقه كمان يمكن على مدار الحلقه اضاف للبعثه المصريه هناك ميداليتين كمان عشان يوصل رصيدنا من الميداليات الذهب ل 11 ميداليه، 11 ميداليه ده رفعوا او خلونا النهارده في المركز الخامس بعد ما كنا امبارح في حلقه امبارح مع حضراتكم ختمت ومصر كانت في المركز السابع. ده طبعا زياد السيسي في سجده شكر بعد تحقيق الميداليه الذهبيه في سلاح السيف. دي الميداليه الاولى اللي دخلت لمصر النهارده، الميداليه الثانيه الحقيقه كانت في رياضه الفروسيه والبطل محمد طلعت جاب لمصر ميدالية جديدة عشان يوصل عدد ميداليات مصر من الذهب ل 11 ميدالية ينقلونا أو ياخدونا خطوتين لقدام بدل ما كنا في المركز السابع نوصل للمركز الخامس. كل التوفيق إن شاء الله لأبطالنا، ولسه ما زالت المنافسات متتالية وعندنا لعيبة وعندنا فرق واصلة لمراحل نهائية وإن شاء الله نقدر نحقق نتيجة كمان أفضل من كده. أما فيما يتعلق بكرة القدم وفيما يتعلق بريكاردو سواريش فالكلام يطول الحقيقه وياخدنا لان احنا نفتح محاور كتيره جدا مع ضيفنا النهارده كابتن ضياء عبد الصمد اللي بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن ضياء. مساء الخير يا ابو حميد، ازي حضرتك؟ وشك حلو برده، لازم يلومك من الحب جانب حلقتك ميداليتين على طول اهو، ميداليتين على الهواء كمان شويه فيها ونطول الحلقه شويه يجي لنا ميداليتين كمان تبقى كده اتعشت. يعني الله يا ابو حميد باذن الله ربنا يعني وان كنا نتمنى الحقيقه لانه رصيدنا من الميداليات كبير بس الذهب هو اللي قليل شويه. اول سنه السنه دي على اعتقد يبقى شكلنا كويس برضو. انا على قدر يمكن المنافسات مش قويه قوي او مش الناس بتلعب بالاستاف الاول بتاعها، لكن ان احنا نحقق الكم ده من الميداليات فدي حاجه كويسه جدا. بس لو اشتغلنا بقى طبعا وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه ما تشتغل على الولاد اللي جايبين برونز وفضه وتعمل معسكرات وتعمل اعداد وتعمل ممكن نبي يعني احمد الله يبارك لك. انا زعلان من حاجه يعني نيجي نتكلم على الراجل اللي خد ميداليه في بطولة أوروبا في الهاندبول. الراجل بتاعنا علي زين عرفت بقى عملوا إيه يا أحمد؟ عملوا إيه معاه؟ الراجل متصلين بيه ده فعلا، والراجل قال وقالوا له أنت هتيجي إمتى والساعة كام ويوم إيه وفين وزين وطيارة إيه ومكة وكرسي إيه الراجل ينزل ما يعني يا أبو حميد يا أبو حميد ما دي مشكلة، دي مشكلة الرياضة في مصر بقول لك والله. دي إحنا عندنا إحنا بنتطرق لمشاكل بعيدة وسايبين الاساس. أنا يا جماعه مش بدافع عن حد طبعا، في خطا حصل ولكن برضو خلينا نقول ان يعني دكتور اشرف على طول عمل لا انا معلش انا انت عارف ما بختلفش معاك في حاجه كتير لكن انا اختلف معاك في دي. يا دكتور اشرف مش موجود طبعا ده يستحق ويستحق يستحق لا, طبعًا. لا لا بص يا احمد في حاجات على فكره انا قلت هنا في الحلقه انه انجاز علي زين مع برشلونه في ما يقلش عن محمد صلاح، ما يقلش عن انجاز محمد صلاح مع ليفربول طبعا ما يقلش. دي اللعبه الثانيه الشعبيه في مصر بيتهيألي بعد كره القدم يا فندم. وبصرف النظر عن الشعبيه اي حد يشرف ويرفع يرفع على العالم ويفتح افاق جديده ويقول ان المصري قادر يوصل يعني ده شابوه من غير اي حاجه. احمد احنا عندنا المشكله في الاستمراريه وما بعد الاستمراريه. انت وصلت لمراكز كويسه جدا في كل الرياضات وحاليا دلوقتي انت يعني عايش نشوه الانتصارات ونشوه الميداليات والمراكز وي 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 وفي الاسكواش انت نمره واحد في العالم وبدون منافس. اخرهم محمود عسل واخد بطوله عالم من الاساتذه مش عارف فين. الناس دي يا جماعه لازم الناس تعرفها ولازم الناس المفروض برضو تتكلم عليها ولازم الناس تاخد حقها. وبعدين نرجع بقى نزعل في حته صغننه كده معلش لازم اقولها على التجنيس وعلى انك انت ما حدش بيهتم بيك وما حدش بيعرفك وما حدش بيساعدك غير لما لا ما تدخلنيش في قصه لا غير لما بص غير بص لما بص غير لما بص تحصل مشكله بص ما دي مشكله. أنا احنا في مثل شعبي عندنا اللي يبيعني يبيعه ولا ايه طبعا انا ما قلتش فاهم قصدي طبعا انا مش ما بتقفش على حد ولا بصرف النظر عن ايه الـ الحاجات اللي ممكن كل واحد حر في قراره وهو مسؤول عنه. انا عايز احنا تاخد بس الحته الشق الايجابي من اللي انا بقول فيه. انا مش بتكلم كده علشان ازعل خسر من علي فرج وخسر لا من انا بتكلم في حته ايه هي انا ليه ما اهتمش بالناس ديت من بدري ليه ما ادهمش اللي بياخدوه من بره ودول ولادي برضو. ما هو في نفس الوقت انا مش باخد الحته دي. ما هو طبعا اللي بيعني ابيعه ومع الف سلامه ما فيش مشكله، لكن انا ايه اللي خلاني ابيع وايه اللي ما خلاني ما استقبلش وايه اللي خلاني ما ازعلش حتت بعيده جدا. خلينا نتفق على حاجه،
ان يكون في حد مسؤول. انت بس هتبعدني عن ماتش مش عايزين. لا 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 نتكلم. لا انا عايز اتكلم ماتش امبارح كتير. انه يكون في مسؤول في موقع مسؤوليه مقصر في اداء عمله، ده مش معناه انك تعاقب بلدك وتعاقب اهلك. انا معاك انا معاك انا معاك، لكن انا طول حاجه البلد دي فضلها علينا كلنا. طب والغلط ده كل حاجه وحشه وكل حاجه حلوه فيها. الغلط ده يفضل متكرر يا احمد وبسرعه على طول، على طول بنكرر وندعي الاسباب او نحاول ندور على الاسباب اللي نقول بيها معلش. اللي اتفق معاك فيه انه اللي غلط اتمنى يعني يبقى هو احنا ما غلطناش في النادي الاهلي وخسرنا بطوله يا احمد زي الموضوع دوت اتحاسبوا. ما انا بقول لك اهو، انا اللي نتفق مع بعض فيه انه من اخطا عليه ان يتحمل مسؤوليته. يا احمد ما حدش بيتم حسابه وما والله ما بيتحاسبوا. هات لي حد كده اخطا في حاجه مهمه. هقول لك حاجه، بطوله انا لازم الواحد ما اتكلم عليه، بطوله زي بتاعت النادي الاهلي مين السبب فيها يا احمد؟ وطلع يا كابتن وكل الناس كلمت، مين السبب؟ هل اتحاسب اللي كان السبب في انه اخفى او انه ما طلعش او ما قالش على ان في بطوله دي سهل النادي الاهلي ينظمها او مصر تنظمها؟ راحت فين يا احمد؟ هات لي متسبب وهات لي حد يتحاسب. هي دي المشكله بتكلم فيها، مش بتكلم على حد يبيع او يتجنس، لا كل ده ماليش علاقه بيه. طيب اللي بيعنا بيه لما لكن لما انت عارف اتحاد الكوره لا يخضع يعني لاشراف او لمحاسبة دولة أو مسؤولة حكومية عشان مبقاش في تدخل حكومي، لكن هو أنت قفت عندك مش بس المجلس الحالي لكن المجالس السابقة كمان، إنه حتى المسؤول الأول أو الرجل الأول القائم على منظومة الكرة أو القائم على اتحاد الكرة في مصر لا يحاسب. هو مش في وقت من الأوقات رئيس أو القائم بأعمال رئيس الكرة قال لك الأهلي هيلعب مباراة كأس العالم أو مشاركته في كأس العالم بكل لاعبته؟ هل ده حصل؟ لا. هل حد حاسب المسؤول الاول في الوقت ده كان السيد احمد مجاهد؟ انا بتكلم صح يا احمد. لما بتكلم صح. ما انا متفق معاك. يبقى انا بتكلم صح. انا مش فعلا مختلف في النقطه. لا دي. انا بتكلم في حته ايه؟ اللي يخطا يا جماعه ما تحاسبوه. لا ايه المشكله؟ عايز اسالك سؤال، انا غلطت قلت حاجه دلوقتي في برنامج غلط وحاجه مش صح، ما تحاسبني يا اخي. انت ما تحاسبنيش ليه؟ يبقى انا في حاجه بقى مش مظبوطه، وده للاسف اللي احنا بنتكلم فيه. بس احنا يعني معظم الاعلام والميديا الرياضيه، مش الاعلام، مش هتكلم عليها، الميديا الرياضيه او السوشيال ميديا، بلاش السوشيال ميديا، كل واحد ماشي في اتجاه لصالح واحد تاني بيكبره ويهد في حد. يعني هي دي المشكله في مصر دلوقتي. لازم نقطه نظام. ابصم بالعشره نقطه نظام. انا يعني سنتين دخلت في الوسط الرياضي اكتشفت فيه الحقيقه حاله صراع على مصالح وحاله من حالات الـ مش هقول الفساد لاني لا املك ادله، لكن هقول الفشل الاداري المتكرر الذي لا يؤدي الى تغيير. سنتين يا احمد، انت دخلت سنتين صح كده؟ آه. انا بقالي 45 سنه وحنين. الحمد لله 45 سنه وشفت اللي ما بتشافش في اخر سنتين دول. نتكلم على الماتش بقى، نتكلم على الماتش واصل ونرجع نبدا كلامنا على الماتش امبارح وعلى اللي جاي بالنسبه طبعا للمدير الفني الجديد ريكاردو سواريز. انا يعني تقريبا عارف انه الغالبيه العظمى، مش هقول نسبه مئويه بس الغالبيه العظمى من جمهور نادي الاهلي مستنيين نتيجه من ريكاردو سواريز امبارح في ماتش بتروجيت، يعني مش مستنيينه يقعد شويه مع الفريق عشان يبان بصمته يبان فكره ويبان شكل الاداء مع النادي الاهلي معاه، لكن الحقيقه ده على ارض الواقع شيء تقريبا شبه مستحيل. انا قلت لكم امبارح الراجل يا دوبك ممكن يكون عارف بعض اسماء اللعيبه، مش تعرف على امكانياتهم، لا عارف بس اسمائهم ولا الاسم الاولاني ولا الاسم اللي ممكن ينادي عليهم بيه، لكن اللي جاي ممكن يكون ايه، وخصوصا انه اللي جاي كمان صعب جدا. في الفاصل كابتن ضياء بيقول لي انه الفتره الاخيره اللي ظهر فيها نادي الاهلي بما فيها ماتش سموحه اللي احنا يعني ممكن نبقى زعلانين منه فيه عشان النتيجه، فترة من أفضل فترات النادي الأهلي، بل إنه شايف إنه أفضل مباراة لعبها النادي الأهلي ككرة السنة دي هي مباراة سموحة للأهلي خسرها، فخليني أقف مع الحتة دي معاه أفهمها منه وبعد كده بقى نخش في ريكاردو سواريز. بص يا أبو حميد، أنت بتقيم الجهاز أو المدير الفني أو اللعيبة. أنت قلت لي أنت كلمني كورة. أنا هكلمك كورة. هكلمك كورة. بتقيمهم على أي أساس؟ أنا هتكلم ككورة كورة. أنت شفت الأهلي بيلعب وان تاتش وبيلعب كرة سريعة وبيوصل للمرمى بتاع الخصم بهجمه او بكوره من يعني بيبني من تحت من عند الشناوي او من تحت من عند الباكين لغايه ما بيوصل فوق، وكوره ملعوبه مش كوره عشوائيه ولا هي كوره ضاله ولا كوره واقعه من السردباكين ولا كوره من البكايه غلطه فانا قمت لامم وشايط، دي كوره ملعوبه بيوصلوا بالنقل بيحضر من تحت لغايه ما يوصل ل 18، التوفيق وعدم التوفيق ده انا مريت بيه وشفته، واكتر واحد انا زعلان على سامي قمصان اكتر من نفسه.
والله العظيم ثلاثة، والله بقولها لك ما حدش هيحس بيه. عشان خسر ماتش سموحة يعني؟ اه طبعا. اللي عمله سامي قمصان، انا مش عايز اقول ابقى يعني راجل بزودها، لا انا شفت كرة ما شفتهاش في النادي الاهلي، بقولها لك احسن مباراة شفتها بالنسبة لي انا قضية عبد الصمد من سنة. كرة وشكل واداء، هي بقى التوفيق وعدم التوفيق، رعونة، استهتار. أيوة. حط بقى مفيش حتة قلب، مفيش حتة عايز اكسب بالعافية، لا ده انا هجيب الكرة دي جول، اصرار، حط اي حاجة تحت ان انت ما تجيبش هدف، لكن ككرة كرة انا بقول لك انا قاعد مبسوط. اكتر واحد زعلت عليه، مش هقول لك يعني يمكن يعني انا حاسس بيه، هو سامي قمصان ده في يعني في كوره ما تطلعش. وبعدين مش محتاجه يا احمد ان انا كوره جالي كده احطها بشمالي، ده يا جماعه ازاي؟ ده لازم يمين، ده انت لو قلشت في اليمين هتدخل جول. في كور لو رايح لها صح وقلشت هتبقى جول. ده اللي يمكن ريكاردو اللي جايبه، اللي هو تطوير الاداء، تطوير اداء، مش هيجيب هيطور امتى؟ النهارده في ناس واخدت راحه، بكره هيبقى قليل. بعده عندك مباراه، هتطور في 3 4 ايام، كل 3 4 ايام هتطور ايه؟ عشان تطور يا احمد معلش بنتكلم كوره كوره. انا بتكلم كوره دلوقتي ماليش دعوه باي حاجه ثانيه. هتطور كوره لازم احفظ، وعشان احفظ لازم اوقف، وعشان اوقف لازم اقول لك انا نفسي العب باي شكل وانهي طريقه والاسلوب اللي بحب انك تشتغل بيه علشان يجيب لك نتيجه. هو جاي قال كلمتين، عايز اداء وعايز نتيجه وعايز بطولات. هتعمل كل ده احمد ازاي وانت ما عندكش وقت تحفظ وتلعب وتوقف وتصلح وتغير وتختار بعد كده اللي على مزاجك ينفذ لك اللي انت أيه. محتاجه. بس خلينا نقول برضو يعني هتكلم معاك في اللي جاي، وخصوصا كمان انه اللي جاي صعب، يعني هو داخل على ماتشات معطره ضرب نار. بس خليني اقف امبارح بس يعني حاول نقرا كده، انا وانا بتفرج حسيت انه في ملامح، يعني في ملامح فكر. طبعا الراجل مش مسؤول ومستحاله بصمته تظهر في اول مباراه، لكن في حاجات امبارح حسيتها متغيره على كره الاهلي. ممكن تبقى اجتهادات لعيبه عايزه توري نفسها، ممكن تبقى تعليمات واضحه منه وصريحه ركز عليها في اليومين اللي اتكلم فيها مع الفريق، فكره الاهلي على طول بيحضر بالكره على الارض، مفيش البلالين اللي احنا كنا يعني كانت غريبه علينا في الاهلي في الفتره الاخيره، زو دي ما شفتهاش الا للضروره القصوى. شفت ادوار هجوميه لاغلب لاعيبه النادي الاهلي بما فيهم قلبي الدفاع، يعني امبارح المساحه اللي كان بيتحرك فيها هاني، المساحه كان بيتحرك فيها معلول، حركات تحركات الاجنحه لقلب الملعب، حسيت انه في حاجه متقاله. ممكن تبقى لسه بدري طبعا عشان اقول ان الراجل ليه الفضل فيها، مستحيل طبعا. بعد يعني مستحيل هم هينفذوا يعني كلام قالوا على البورد وقالوا في الملعب وينزلوا يطبقوه على طول، دي مستحيل. تمام. نمره واحد، ده تكمله اداء سامي قمصان. ليه؟ هو انا لما بلعب مع احترامي الكامل لفرقه بتروجيت، احترامي الكامل لفرقه بتروجيت، هل فرقه بتروجيت تقدر تقيمها او تحاسبها زي فرقه سموحه؟ لا طبعا. دي نمره واحد. نمره اتنين، الاداء امام سموحه انا بعتبره اداء راقي جدا جدا، مع الوضع في الاعتبار اخطاء فرديه تسببت في حدود 3 اهداف شخصيه فرديه بحته ملهاش علاقه بالشغل الجماعي. ان هو في ترحيل، في عدم التزام، في ده شغل يعني فردي فقط لا غير، وتحاسب عليه جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي وسامي قمصان. وهرجع اقول برده سامي قمصان. دي نمره واحد. نمره اثنين، بتروجيت امبارح لو تلاحظ اول 3 دقائق قبل قفشه ما يجيب الهدف، نمره واحد الفرقه ما بتعديش نص الملعب، واخدين تعليمات صارمه ما يعدوش نص الملعب. ايه اللي حصل؟ عندك السردباكين هم اللي بقوا يحضروا من تحت، الطرفين طايرين زي ما انت بتقول فاتحين اول ملعب، الاثنين بيخشوا لجوه، قفشه بدا يقول انا موجود، الشغل بدا يعني يظهر، لان اللي ساعد على 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 ان شكل الاهلي امبارح اول ثلث ساعه او اول ربع ساعه قلنا ان ممكن فرقه الاهلي تجيب 4 5 تجوال، انت جايب جول بدري قوي، اول 4 دقائق وخمس دقائق 7 دقائق يعني جايب جول، ومفيش حتى الجول لما جه مفيش ضغط عليك بالنسبه للقفشه، محدش قال ولا حد عاد، فدي مشكله. نمرة اتنين، الشكل بدأ يتغير شوية. بدأنا نقول خلاص المباراة بقت سهلة، بتلعب فرقة في الممتاز به، بقت في متناول، هتلعب نهائي، عايز أطلع أحسن ما عندي عشان الراجل ياخد عني فكرة كويسة علشان أبدأ أحط نفسي في السكور بعد كده، وتحط في ال 18 أو في ال 11 خلاص ما أطلعش من عنده. كل الكلام ده لازم تحطه في الاعتبار يا أحمد، يعني هي مش سهلة إن أنا أبقى مدير فني
ولسه بشوف مباراه ومش عارف اسماء اللعيبه ولا عارف امكانيات اللعيبه، ومن خلالها ان الناس اللي معاه برضو اللي بيعملوا سكاوتنج وبيعملوا يحللوا المباراه ويحللوا اداء كل لعيب، كل ده استلم 15 كوره ضيع سبعه مش عارف اثنين مشكله مليار في الميه. ده الكلام ده محطوط في الحسبان، ويمكن عشان كده الاداء ما كانش كويس قوي. في حته مش اضطراب، عدم ثقه ان انا عايز ابقى موجود على طول وعايز اعرض نفسي وبشكل كويس ومش عايز اطلع من ال11. هو انت شايف ان يعني الناس تبتدي تحاسب ريكاردو سواريش امتى؟ الناس تبتدي تحكم على الاهلي مع ريكاردو سواريش فنيا امتى؟ فنيا كوره كوره يعني نتكلم كوره. احنا جايبين الراجل ده مش عشان يعني احنا بص حته الفوز والبطولات عند لعيبه عند جمهور الاهلي محسومه، احنا متعودين دايما احنا الأداء. عارفين كده من الاداء والشكل. احنا مشكله ما يعني مشكله اغلب الاهلاويه اللي بيحبوا الكوره، في ناس كتير بتشجع الاهلي عشان شايفه الاهلي حاجه ناجحه وحاجه حلوه ومصدر فرحه، لكن في جزء كبير من الجمهور لعيبه كوره يعني بتحب الكوره اداء. انا عايز اكسب البطوله وعايز اكسب الماتش، بس عايز 90 دقيقه اداء محتار اشبع كوره اشوف كوره احس الاهلي فرقتي انا سعيد بالكره الاهلي بيلعب. لكن فكره انك انت تكسب طول الوقت وتحقق القاب طول الوقت وانت عندك مشاكل في الكره اللي بتقدمها دي كانت مضايقه جزء شريحه عريضه جدا من جماهير النادي على ما اعتقد. على ما اعتقد لو هو عمل حاجه ممكن اقول لك عليها دلوقتي ممكن نقيمه في خلال مش اقل من شهر نص شهرين تبدا البصمه. بمعنى زي ما قلت لك النهارده الاهلي لعب مباراه امبارح في ناس كلها ريحت راحه سلبيه. الجزء الثاني تمرين خفيف وخلاص على 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 الريكفرنج على الاستشفاء وخلاص على كده خلاص كده دي نمره 2. بكره هتبقى تمرين خفيف ماشي، انت عندك ماتش بعديه فانت هتلحق تعمل ايه؟ أيه. مش هتلحق تعمل حاجه ومسافر الجونه. ايوه كل اللي هيعمله فيديوهات، كل اللي هيعمله يحفظ خطوط وواجبات. لا اللي جايبه للتطوير اللي جايبه للتطوير لازم يقعد مع كل واحد يقول له انت بتستلم ازاي وشكلك في الاستلام بيبقى ازاي وبتسلم ازاي وبعد التسليم هتبتدي اكلم لعيب دولي والله العظيم ثلاثه بيخلص كره كابتنديه. ما انا هقول لك اهو ده مش رايي على فكره يا احمد، الكلام ده انا قلته وكرره كيروش. كان مين قبل كيروش موجود في المنتخب؟ كابتن حسام البدري. وقبل لا وقبل حسام البدري كان اسمه دوت بتاع امريكا ده اسمه ايه؟ في هيكتور كوبر وبرادلي هيكتور كوبر. ليه كل الناس اللي بتيجي تمسك مصر وناس محترفه وليها اسماء بيبقى الشق الدفاعي غالب على الاداء في كل المباريات؟ ليه؟ لان الاستلام والتسلم احنا واخدينها كده. بص يا احمد معلش احنا بناخدها يعني ايه معقوله لعيب لعب دولي ولعب اهلي ولعب زمالك ولا بيسلم ولا بيستلم؟ انا معاك يا احمد اهوت، اجي معاك في مباراه بره وهاجي اقول لك اللعيبه اللي احنا بتلعب في اهلي وزمالك وبتلعب في منتخب مصر كم كوره بتطلع من رجله صح وكم كوره بتطلع من رجله غلط وكم كوره بيستلمها صح وبيستلمها غلط وبتضيع هجمه واهداف. دي مشكله عندنا، دي مشكله كبيره. اللي حواليك يا احمد اللي حواليك بيتحركوا. ده يا راجل ده انا شفت كوره امبارح انا هتجنن فعلا. في حاجات كتير جدا بتكلم فيها باص اربعه واقفين ما بيتحركوا، من لو خد خطوه يمين او خطوه شمال فتح لعب فتح الملعب كله اتفتح. هي دي المشكله. هي التحرك بدون كره دي يعني ده في كره في مصر التطوير هو يطور يعني. هيطور ايه؟ لا هيطور ايه غير التطوير؟ لانه ممكن يبقى السؤال يطور ايه وامتى؟ لانه مش اصل مش هيطور مش هيطور المدني عشان كده سالتك نحكم امتى انه التجربه. لا مش قبل شهرين لما ما عندوش وقت. طب خليني اقول لك برضو اكد تاني ان وشك حلو تاني عشان في ميداليه ذهب. لا كده لا كتير بقى. لا انا كده لا طب كده بقى كده كده لا كده ما ينفعش. نكمل معانا الخريطه يا كابتن ضيا النهارده ضيف على كل برامج الهواء كده ما ينفعش يا جماعه. لا كده لا خلاص بقى كده لازم. طيب البطل بسام تحميده لا وايه ميداليه ذهب ورقم قياسي جديد في العاب القوى في مسابقات الجري في 200 متر. جميل جميل 22-47 رقم قياسي. بسام تحميده بعد ال 100 متر خدت ايه؟ خدت ال 200؟ دي 200 متر. ما كانت كانت ضمن ال 10. ايوه ايوه 200 متر. انا متابع ما تقلقش انا متابع كده. وصلنا وصلنا ما شاء الله. 12 ميداليه فضيه عندنا كمان في ميداليه فضه جديده كريم كحله ميداليه فضه في رفع الاثقال 171 كيلو. الف مبروك لابطال مصر والف مبروك لبعثتنا الف مبروك طبعا لشعب مصر الحقيقه يمكن يعني بيتابع لحظه بلحظه واحنا بنقرب من ايام من نهايه البطوله لكن الحمد لله انا رصيد النهارده خمس ميداليات من 12 ميداليه يعني النهارده تقريبا اولموست تقريبا يعني تقريبا نص ميداليات مصر الذهب جايبينها النهارده فعشان كده هنحجز بقى كابتن ضيا معانا وش حلو علينا. هاخدك للقطه كده بعيدا عن الكوره يمكن لفتت الانظار وناس كتير اتكلمت عليها يهمني اسمع تعليقك برضو.
شريف في واحده من الهجمات النادي الاهلي في الدقيقه 65 معلول لعب كروس الحقيقه هايل ازازه الميه ازازه الميه دي اللي بتكلم عليها. هو طبعا هو الفرصه سهله وقبل الهجمه دي على طول كان الحكم المساعد كان بيجهز لتغييره حسام حسن مكان محمد شريف. شريف بعد ما ضيع الكوره ورمى اتنرف يعني يقول له خلاص انا طلعت انا طلعت انزل انت من عندك. فحسام بيقول له لا تعالى لي انزل من عندي تمام. فدخل ريكاردو سواريز هنا راح قال لك لا اجل روح وسخنه وكملوا تسخين وما رضاش يطلع شريف من الملعب اهو هنا علشان عارف دي ليه؟ دي حته تقول له برضه هو بعدين غيره بعد شويه بس قال له هو غيره مش دي السبب مش دي السبب اللي هغيرك بيها بس بتقول حاجه طبعا بدا يقول عنده ان انا حاسس بالعيب وفي نفس الوقت دي ممكن تكسر لعيب زي بالظبط لو تفتكر يا احمد لما جه حسام نزل وبعدين اتغير بسرعه وما عادش خمس دقائق ولا سبع دقائق او نزل قبل ما في نهايه المباراه دقيقه ولا دقيقتين دي قلت لك دي كسرت حسام حسن لما جيت في مره وكنت انا معاك برده قلت لك دي كسرت التغييره دي كسرت حسام حسن عشان تجيب تاني حسام حسن دي مشكله صعبه هي دي المشكله ان المدير الفني لما يبقى حاسس باللعيبه بتاعته صدقني اللعيبه ممكن تعمل اللي انت مستنيه واكتر ده للاسف لكن احنا هنا في مصر ما بنشتغلش على الحته دي كويس لان العامل النفسي ممكن يكون واحدة من يعني زي ما كان ليه إيجابيات كتيرة جدا اتكلمنا عليها بس خلينا نقول واحدة من سلبياته إنه ما عرفش يقرأ تركيبة اللعيب المصري يعني إحنا بنقول مثلا إن جوزيه من أول ما جه فهم ثقافة الكرة في مصر اللعيبة تختلف لا 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 يا حميد لا نوعية اللعيبة مع جوزيه غير نوعية اللعيبة مع ريكاردو دلوقتي مختلفة تماما لا الكواليتي بتاع اللعيب مختلف لا أنا بتكلم إنك مهم جدا إنك تبقى حتى لو مش هتعتمد على لاعب بشكل أساسي انك على طول تبقى محسسه انك مقتنع بيه وبامكانياته وان هو في اي لحظه ممكن يبقى ورقه كسبان ده دور مين بقى يا ابو حميد خليني ارجع معاك بقى ده دور مين سامي قمصان هو اولا ما يعرفش محمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم راجع من اصابه في مباراه امبارح مين اللي حط التشكيل جاب جول حلو جدا لقطه جميله بصراحه كويس لقطه قفشه ولقطه عبد المنعم الاثنين من اجمل لقطات لا برضو دي يعني دي حاجه كويسه جدا 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 لقفشه وحاجه كويسه جدا لمحمد عبد المنعم ان عودته من اصابه ويجيب جول ويبقى مادي بشكل كويس بنسبه كبيره دي برضو تدي لك اريحيه شويه وفي نفس الوقت تدي لك انك انت ما فيش مشكله بالنسبه لي كبيره دلوقتي بقت في المكان دوت بس 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 عبد المنعم اللعبه دي بتاعته يعني انا عملها في منتخب مصر عملها في منتخب مصر وعملها في الاهلي في ماتش الرجاء هناك دي بتاعته يقطع القريبه هقول لك حاجه رامي ربيعه الحته دي فيها جامد جدا الحته دي رامي ربيعه من احسن السردباكات اللي بتكمل رامي ربيعه لو اهتم شويه بقولها من لو اهتم يعني انا شايف ان الراجل لو وظف رامي ربيعه في حته الديفندر دي حتى لو احنا كان بيلعب بنأمن هي بتاعته اصلا وسجل ياما براسه وبرجله ده عمل كوره يا احمد انا شفتها له في انتر تقريبا في النادي الاهلي كوره ملعوبه ومردوده وهو راجع راجع عمل لف تقريبا يعني قول مثلا 270 درجه ولا بتاع من غير ما يبص وجنب العارضه بمفيش سنتيمترات رامي ربيعه لو ركز في الحته ديت بقول لك انا بتكلم على الحته الصغيره اللي فيها فعلا ميزه لعيبه النادي الاهلي لو ركز في الحته دي هيبقى فرق كبير جدا بالنسبه لرامي ربيعه لانه بيلعب بدماغه كويس قوي وراجل في الحته دي ادى كويس ولعيب كبير يعني رامي بس محتاج ان هو يركز شويه في حته الباص والاستلام والتسلل دي كره عبد المنعم دي بتاعته على طول عبد المنعم دي بتاعته على طول على فكره ويمكن ميزه من يعني الميزات اللي بيعملها حتى معلول حتى بدا كمان ياخد الثقه شويه الفتره فاتت مجهد ولازم بقى الحته دي يتكلم فيها سامي قمصان ويتكلم معاه براحته جدا عندك لعيبه ممكن تستريح يعني انا دلوقتي انا عندي باك ليفت عندي اشرف وعلي معلول مرهق شويه وما يقدرش يلعب كل 72 ساعة مباراة ممكن اريح بقى واحد او اثنين من الناس اللي انت بتعتمد عليهم يعني كان امبارح لازم يلعب بالفول تيم ليه دي بطولة وبطولة كاس كسبت النهاردة مباراة واحدة المباراة التانية هتلعب في كاس فاينل فكان لازم العب والراجل رايح بعد ماتش الجونة يعني الحمد لله انك بعد ماتش الجونة عندك نوعا ما فتره اللعيبه تبتدي يعني تاخد نفسها اسبوع يعني اسبوع في اللي احنا بنمر بيه هايل منتهى الرفاهيه طبعا يعني انت بتلعب كل يومين انت هتلعب سبت هايل هتتمرن النهارده حد واثنين وتروح تسافر عشان تلعب في الجونه فطبعا يعني كان الله في عون الجهاز الفني واللعيبه
لكن في النهايه عندك اسبوع بس. بعد الاسبوع وده اللي انا جاي لك فيه، انت بعد الاسبوع ده رايح لاهم ثلاث ماتشات، ماتشات المربع الذهبي كله، رايح لفيوتشر، رايح لبيراميدز، رايح للزمالك في نهائي الكاس، والاسماعيلي باين، والاسماعيلي متأجل. يعني الاسماعيلي اسماعيلي بعيد قوي، يعني اسماعيلي بعيد، يعني اسماعيلي هتتأجل كده كده عشان هي كانت هتتلعب يوم 20 وفاينل الزمالك 21، فماتش اسماعيلي هيروح لبعيد شويه. فالثلاث ماتشات دول ماتشات صعبه، وكل واحد فيهم عنده دوافعه اللي يخليه متحفز ليك. مش عايز اقول لاحمد ان خلال الاسبوع دوت اللي هو قبل ماتش الجونه دوت هيبدا يحط ايده على ال 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 العناصر اللي تبدا تحقق اللي هو عايزه. هو واضح امبارح عمل حاجه برضو ان هو ما خافش على النتيجه وهو بيلعب، يعني مباراه هتلعبه النهائي بيلعب قبل نهائي، ان هو ما خافش على مكسب النادي وفي نفس الوقت ما قالش انا امن انزل ديفندر او انزل سد باك ثالث واضمن ويبقى اول ماتش بالنسبه لي فانا عادي جدا ان انا اقول ان انا حققت نتيجه كويسه. لا ده هو كان بيهاجم وعايز يجيب اهداف، ودي شكل كويس جدا يعني برضو من التغييرات تقول لك ان هو لا هو ليه السيستم. والله اعلم انا مش بحكم برضو زي الناس اللي بتحكم بسرعه ما عملش حاجه عشان احكم عليه خالص. انا فاهم طبعا فاهم. ولا انا بقول لك عشان احكم عليه، بس انت مش شهرين. مركز قوي يا كابتن دو ليه بقى؟ عشان الميداليه اللي جت دي فوتت منك يعني. وبعدين طيب على دهب، لانه دهب هو طبعا البطل المصري اشرقت لا انا ليا فلوس، انا ليا فلوس، انا كده ليا فلوس، لا انا ليا في المخفيات دي يا ابو حميد بالك. اشرقت نبيل طبعا بطله مصر في التايكوندو، احرزت ميداليه فضيه كنا نتمناها دهب، لكن الف الف مبروك طبعا في التايكوندو. انا قلت انا هركز، معلش انا اسف، انا هركز بعد كده في الدهب والفضه. بتزود حصيله مصر ميداليات، ميداليه فضه جديده، الف مبروك لاسره التايكوندو، الف مبروك طبعا للبطله المصريه اشرقت نبيل. طيب شايف انه في مساحه بين الماتشات دي ومع صعوبتها حقيقه، يعني عندك فيوتشر، عندك بيراميدز، الاثنين طبعا فرق مقدمين مواسم قويه. بيراميدز انت وجعته مرتين، مره في الدوري ثلاثه ومره في الكاس طلعته بره كاس مصر، فطبعا جاي سانن سنانه. الزمالك ماتش هو اوريدي ديربي، حتى لو الزمالك في اخر الترتيب والاهلي في اول الترتيب، في النهايه مباراه ملهاش علاقه تمام. ماتش صعب ويزود من اهميتها انها بطوله، هتكسب تاخد كاس. وعندك فيوتشر فريق السنه دي الحقيقه تقدر تقول عليه حصان اسود، عنده عناصر محترمه، فريق رايح يشارك في افريقيا، يعني الثقه زادت، بيلعب الاهلي عايز يقول انا اهو. فثلاث ماتشات صعبين، شايف انه تتعامل معاهم ازاي؟ وهل تنتظر، هل جمهور الاهلي مطالب بانه يدي الراجل فرصه كامله، خلينا نقول مثلا لنهايه الموسم الحالي عشان يبقى خد فرصه انه يكتشف قدرات، بيتهيألي الراجل لسه مش عارف كل اللعيبه امكانياتها ايه، عايز يشتغل عندها على ايه، يعني لسه طبعا كلنا لاحظنا امبارح يا احمد هو ماسك ورقه طبعًا مكتوب فيها المراكز والاسماء والارقام كل حاجه، عشان انا انده اقول كذا يا فلان، دي واضحه جدا. ما اعرفش سمعت حد كان بيعلق على الموضوع دوت، هو ازاي ومش ازاي، طب ما يدي سامي القمصان يقعد ليه؟ طب وليه؟ ما خلاص، طب الراجل اتحمل مسؤوليه المباراه وقال انا متحمل. لو كان لا قدر الله الاهلي كان خسر امبارح كان ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك هو ملوش دعوه الراجل، ما هو الناس يعني 90% هيقول لك هو ملوش دعوه الراجل. الراجل جاي من ما فيش يوم اتنين ولعب مباراه، واللي هيشيل القصه كلها كان سامي قمصان. طب ما امبارح اللي عمل القصه كلها سامي قمصان، واللعيبه والشكل والاداء برضو والروح سامي قمصان. هو يحسب لكابتن سامي انه كيرف معاه يعني عالي بشكل كبير. انا بقول لك انا زعلان على نتيجه المباراه مش على اداء المباراه، في فرق ان انا اكون ادي كويس جدا ما اكسبش. انا مبسوط جدا من الاداء ولست راضي عن اطلاقا، مفيش ودي مفيش مختلفه فيها. ما يحسش بيها غير اللي العاش التجربه دي اللي عاشها. عدت عليك يا كابتن ضيق، عدت بتوجع جامد. لا بتوجع بتضايق. يبقى انت تبقى راكب المباراه وعامل احسن اداء ومتفوق وجايب مع الفرق بقى ان انا كنت بكسب وبتعادل او بخسر في الاخر. لكن انت الشكل يا كابتن احمد بقول لك انت مادي، واللي بتعمله في التمرين بتعمله في المباراه. هو الروح بعيد ليه مع تشامبيونز ليج اهو نسختين ورا بعض؟ مانشستر سيتي عمل كل حاجه في الكوره وخسر البطوله وراحت لتشيلسي، ليفربول عمل كل حاجه في الكوره وخسر البطوله وراحت للريال. بالظبط هي دي الكوره. أنا عايز اقول ان الفتره دي هتبقى صعبه طبعا على الراجل. الفيصل في الموضوع دوت، وافتكر يا ابو حميد اللي انا هقول لك دوت، نمره واحد الريكفرنج اللي بتعمل او الاستشفاء اللي بتعمل للعيبه ده مهم جدا جدا جدا. الراحه الايجابيه بمعنى هيحفظ وهيقول انا محتاج ان الكره ما تتقطعش مني في الربع دوت،
الكوره لما يكون حد في وشك وانت مدي ظهرك للملعب، خلي الراجل اللي في اللي في وشك هو اللي يتحرك وهو اللي يشتغل، وانت تبدا تتحرك علشان الراجل ده يبدا يحقق المعادله اللي هو جاي بيها، وجايب راجل سيكولوجي وجايب راجل للتطوير، تطوير الاداء ده هيبقى شغله الفتره اللي جايه، وهيبان على فكره خلي بالك. أيوة. يعني هتلاقي فيه زحمه في نص الملعب، هتعرف اذا كان فعلا الكلام ده واقعي اشتغل عليه ولا لا. اصل هجيب وقت منين؟ بقول لك يا عم انا بعمل تمرينه. بس بتهيألي التطوير ده يا كابتن على حسب مفهومي انا، على حسب توقعي انا، الراجل يمكن يعني كنت وانا بقدم المؤتمر بتاعه كان فكره انه انت بتتكلم على اكبر جهاز فني متخصص جه اشتغل في مصر، لا على مستوى انديه او على مستوى منتخبات، وبالتالي يبدو انه واخد باله من تفاصيل كثيره جدا. بس التطوير هنا تطور مثلا ناحيه بدنيه، تطور فكر وتحرك داخل الملعب، لكن هتطور اساسيات مفترض انها يعني مش اساسيات يا احمد. طب اقول لك كره شريف الاخرانيه دي اللي احنا اللي بالشمال دي اللي حطها، طب بتتعمل ازاي بشماله؟ ازاي بشمال؟ هو ده التطوير يا احمد. ده التطوير او اللي مطلوب في الفتره ديت. شريف رايح صح يحطها بشماله، الكره جايه له كده يحطها بشماله كده. يا راجل ده انت بقول لك لو دخلت، لو حطت بس يعني بعرض الجذبه بتاعته بس في الكره كده وقلشت هتدخل جول، دي مش محتاجه. انت متخيل ان حتى الفوت ورك الخطوه تسبق رجلك اليمين قبل الشمال حتى في الفاول حتى في الكلام ده كله، هي ده التطوير. لان التطوير ده معناه ايه؟ انا عندي، خلي بالك انا عندي، بس انا بقول لك هو بيتحرك غلط، بيستعجل، بيضمن قوي، الكلام ده كله يقول له لا، ويعد له بقى كوره واثنين وخمسه وعشره لغايه ما يبدا يظبط. لان أن انت لو بصيت لمعظم الاهداف اللي دخلت النادي الاهلي كلها ايه؟ بس غلط، تحرك غلط. طب ما ده كله هينفع بارضه لعيب لعب دولي ولعب نادي اهلي ولعب منتخبات وما يعرفش ان هو لما الكره بتلعب عند الطرف يبقى يا احمد هو السرد باك مش باك وسايب شارع بينه وبين الباك. لا عندي خبرتك ولا عندي مشوارك. لا 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 لا, لا انت بتتكلم كويس في الكوره على فكره. بس والله انا هقول لك حاجه، انا قافت ماتش سموحه اللي حسيتها في لعبتنا واللي خسرتنا المباراه ايه؟ التسرع. احنا كنا متسرعين، في فرق بينك تبقى بتلعب كوره بسرعه وانك انت تبقى متسرع، والتسرع ده دايما بيولد بيولد الاخطاء. طبعا طبعا. طب هقول لك حاجه، اثر على سرعه اتخاذ القرار. طب ليه التسرع بقى؟ ليه متسرع ليه؟ مش ما فهمتش بصراحه. انا هقول لك اهو، ده تطوير. انا اخش اصل التطوير دوت زي ما انت قلت، تطوير بدني، تطوير فني، تطوير ذهني، تطوير تكتيكي. انا بدل ما باص وافضل مستني لك الكوره كده، لا انا باص واتحرك يمين او شمال. دي ممكن يشتغل عليها ديت يا احمد في مصر هنا، يشتغل عليها قد ايه؟ سنه. الحته اللي الناس كلها فاكراها دي حته سهله، وانا الاستلام، الاستلام بالدوران، استلام بتحضين على الكوره. أيوة. الاستلام بان انا ممكن يبقى لنفسي. أيوة. الوان تاتش والتو تاتش تحت الضغط بالظبط. هو انت ايه اللي بيفرق اللعيب الغالي والتقيل قوي عن اللعيب العادي؟ ان اللي بيستلم تحت بيقول لك ده من احسن اللعيبه اللي بتستلم تحت ضغط، او اللعيب بيقول ده بيستلم بدوران واحده. أيوة. والثانيه وخلاص. وفي انت ده مش عارف يا ربي مين جاب جول، كره اتلعبت له يا دوب زق كده من غير ما يبص. الاستلام ممكن يبقى نص الجول، باصص. ما هو باصص يا احمد. ده ممكن عشان يتعود، بس يتعود الجول الفراوده. كنا زمان يعني بشوف السردباكات لما وعليهم الفراوده بيقولوا انت ما تعملش حاجه، كل اللي تعمله اعرف المرمى من ظهرك فين. أيوة. وتبدا تصور. تحس دي المشكله. في ملوك التهديف بالاحساس. عارف وقفته من المرمى فين. تبص على الجول على فكره. دي المشكله يا احمد، دي المشكله. طب عايزك تدي نجوم امبارح الاهلي حقهم، لان كتير منهم الى حد كبير انا عارف انه الناس يعني متفقه انه ما وصلناش للتوب فورم، عشان ما نبقاش بنضحك على نفسنا. ومنافس امبارح برده ما هوش الاختبار اللي تقدر تحكم بيه على كيرف الاداء، لكن امبارح في ناس برده حسينا انها جت او حسينا انها رجعت بعد غياب. عبد المنعم موجود، قفشه موجود، السوليه، الشناوي. يمكن الناس اغفلت حق الشناوي انه ضربه جزاء دي لو ما اتصدتش كانت عملت مشكله. انا انبسطت للشناوي قوي. انا بقول لك اهو، بدات احس ان في يعني عايزين يعملوا حاجه انا احسها. فرقه الاهلي عايزين تعمل حاجه. يمكن الكلام ده من اللي اتقال في المحاضرات النظري او في في في, في, في محاضره الفيديو، لان انا متاكد بنسبه 100%. انا علشان اجيب محاضره او اجيب فيديو للفرقه الخصم. ايوه. انا احنا بنعمله على فكره، كلنا بنعمله. واخد بالك؟ هجيب لبتروجيت من التصوير اللي احنا بنعمله ازاي وتحركات الناس دي، اللي بيه احط العناصر اللي تخدم مكسبي. فهو كان متاكد ان ما كانش فيه محاضرات كتيره علشان ماتش بتروجيت، لكن فيه محاضرات في العموم يا احمد. التحرك في العموم
يبقى شكله ازاي؟ طيب. ابدا الهجمه من تحت ازاي علشان ما افقدش الكوره. احنا عندنا مشكله في الاهلي، في الزمالك، في المصري، في الاسماعيلي، كل فرق مصر في عدم احتفاظك. خلينا في الاهلي بس، خلينا في الكوره في الاهلي بس في مصر كلها منتخب مصر كله. انا ما اقصدش يعني، انا بتكلم عموما في كوره مصر كلها. ان احنا لما بنفقد الكوره سهل جدا انك تفقدها، مفيش مشكله بالنسبه لك افقد كوره، لا دي مصيبه ان افقد كوره وفي منطقه وفي حته مهمه ممكن تضيع لي 3 بونت او تضيع المباراه او تضيع شكل اداء. هي الحقيقه يعني الكره عموما في مصر مشكلتها بشكل كبير جدا انك انت بتفقد الكره بسرعه وبتعاني عشان ترجعها مره ثانيه. طب هقول لك حاجه، يعني هقول لك حاجه، فكره ان منتخب، لو اتكلم عن منتخب تحديدا، يعني فكره الاستحواذ وفكره البنى وفكره التحرك بدون كوره، لا كوبر حلها ولا حسام البدري حلها ولا كده. هقول لك حاجه صغننه جدا بس مش هي مش اختراع ولا ذره. عارف الساعه بتاعت انت وصلت نهائي بطولة أمم أفريقيا مرتين، واحدة مع كوبر وواحدة مع كارلوس كيروش، والاثنين لعبت فيهم كورة لا تمت لشخصيتنا أو لكورتنا اللي احنا تعودنا عليها. عارف الساعة بتاعت الباسكت بتتحط، كان فيها زمان ساعة كده في الجنب كده 30 ثانية يقول لك كام 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 كام. كنا أوقات بنظبطها على 5 ثواني، 5 ثواني عشان تجيب الكورة بعد ما تقطعها. فدي لازم يعني، مش معقول أنا يعني هقترح افكار على ريكاردو ان هو الكره لما بتفقد الكره لما لازم يتعاقب اللعيب من الحته دي، لانها مهمه جدا يا احمد صدقني، لانك لو التزمت ان الكره ما تفقدش وقت التحضير تفرق معاك كتير جدا. صحيح. في طول المباراه. على كل احوال بعد ماتش الجونه يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله، طبعا يعني ما فيش فرصه وما فيش وقت للشغل اعتقد مستر سواريش في اليومين اللي فاضلين، لكن نتمنى نعدي بس من مطب الجونه بدون اي مشكلات، وان شاء الله نجيب الثلاثة بونت من هناك، واحده ماتشات الاهلي مؤجله، وبعد كده اعتقد يبقى عندنا فتره كويسه جدا نحضر فيها الماتشات الصعبه اللي هيواجهها الاهلي في الفتره اللي جايه. طبعا نورتنا وشرفتنا كالعاده كابتن ضياء، ونشكرك على الذهب والفضه اللي انت جبتهم لنا، ونشكر حضرتك ونسعد بيك دايما في السادسه، وبنشكر حضراتكم طبعا على المتابعه، ودايما نتقابل ان شاء الله على كل خير على شاشه الاهلي. تحياتي لكم.